تم الافراج عليه تبقى القانون. زيد وكيل الجمهوريه قال البارح ما اعلمونيش بلي عندكم كف تفتيش، مع انه الوحدات الامنيه يقولوا اعلمناه، هو قال راهو ما اعلمونيش، كان جا في بالي عندكم كف تفتيش ما ناذنش بالاحتفاظ. على كل حال تم تصريحه تبقى القانون، ولكن احنا خارجين بيه من باب المحكمه ما رعنا ان لقينا يعني اعداد كبير من كراهب امنيه متمركزه، وقالوا اللي هما جهزوه الفرقه مكافحه الاجرام، فما قضيه عملت اليوم وفي اذن بالاحتفاظ.